بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يبلغ الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. ما في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر خير من عطاياه النمل قدسه والوحش مجده تناجاه والنمل تحت الصخور السم مجده والنحل يهلف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضع إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد أنور الشحات محمد أنور على تلاوة مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة القاهرة فليتقبل فضيلته مشكورا.
بس Yeah.
عليك تحاليك صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. Thank you.
أكبر. الله يفتح عليك. يفتح عليك. فاصبح الصراط على الجميل. فاصبح الصراط على الجميل. يفتح عليك. فاصبح الصراط عليك يا رب. الحلاوة دي افتح عليك. ربنا يزيدك بحاجة يا النبي. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الله الله الله. الله
سوف يعلمون. Oh,
عليك. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بحمد ربك فسبح بحمد ربك هنا. الله يفتح عليك. في شغل كتير يا شيخ انور. الله يفتح عليك. احنا بالعرب عاوزين نسجد وتوصل تاني. صلى على سكه كده يعني. بس مش ينفع يعني. مش ينفع يعني. صلى على محمد. انت طريفه يعني. ونقعد نعلم انك يضيق صدرك بما بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد عليك. ولقد نعلم أن
عليك. لا مش مجاملة والله. محافظة القاهرة، وبذلك على أسير موجات إذاعة
حسين واولاده والمقيم في قريه صبيح. اما مخازن الفراشه الكبرى وقصر ضيافه المتنقل والذي كمل وجمل بمعرفه اولاد الحاج صلاح امين والمقيم بمدينه هيهيا، وقام بخدمة الضيافة المتميزة خضار محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق، كما تتقدم أسرة الفضيلة الراحلة بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء أرضا فردا، وإلى السيد اللواء محمد أبو الليل نصار عضو مجلس الشعب، وإلى الحاج عاطف السيد إبراهيم، وإلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء الى اسره الفقيده الراحله. وشكر الله ان سعاكم جميعا، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.